بكم، هذا برنامجكم آخر النهار وأنا معكم محمد الباس. المنطق بيقول إنه الباطل وأهل الباطل مفروض يستحوا أو مفروض يتكسفوا على دمه، لكن المشكلة إنه في هذا الزمان الباطل بجح جدا وأهل الباطل بجحين بزيادة، الفساد وأهل الفساد تقريبا هم اللي بيتكلموا وهم اللي صوتهم عالي وهم اللي عاوزين الناس تعترف ليهم ان كلامهم صح. ايه مناسبة هذا الكلام؟ مناسبة هذا الكلام اننا لما امبارح ومن واقع محضر رسمي في اسم شرطة، واحد مواطن مصري اسمه مصطفى نعمة الله حرره ضد الشيخ محمد حسين يعقوب، بيتهموا فيه ان هو كل عليه حقه اللي هو 135,000 جنيه، واننا قلنا انه الراجل الظاهر لينا حتى الان من ثروته 5 مزارع، 3 منهم على طريق الخطاطبة، واحدة 44 فدان، واحدة 30 فدان، واحدة 35 فدان، ومزرعتين تانيين، واحدة في الريف الاوروبي واحدة في وادي النترو. عايز اقول لحضراتكم على حاجة، انه اجمالي المزارع الخمسة اللي بيمتلكها محمد حسين يعقوب تصل الى 1 مليار جنيه الان. ده مش بس كده، تكشف لنا كمان انه بيمتلك في اكتوبر 3 ابراج سكنية متصلين، يعني عمارات كده شاهقة وبينها يعني ممرات بتربط بين هذه العمارات الشاهقة الابراج السكنية وتحتها محلات تجارية، وتقديرات انه ال3 ابراج سكنية دول يدخلوا لهم كمان في 1 مليار جنيه. يعني انت بتتكلم الراجل عنده مزارع وابراج سكنية ب2 مليار جنيه، غير الفلوس الاخرى اللي احنا ما نعرفش عنها حاجة. المشكلة ايه بقى؟ انه اهل الباطل المتبجحين دول، جه واحد زي عمرو عبد الهادي، وانتوا عارفين عمرو عبد الهادي ده واحد من الناس اللي هربوا بعد 30 يونيو وضموا على الاخوان، يجي يقول لك ايه؟ انه زي ما كتب والناس بدأت تروج عنه، قال لك الإعلام محمد الباز فضح السيسي، مش فاهم إيه العلاقة، وتحدث في برنامجه عن سبب التنكيل بمحمد حسين يعقوب. التنكيل بمحمد حسين يعقوب، فين التنكيل بمحمد حسين يعقوب؟ محدش عارف. راجل استدعي إلى الشهادة في المحكمة، قال شهادته ومشي معزز مكرر. قال لك إيه بقى سبب التنكيل بمحمد حسين يعقوب؟ إنه لم يتبرع لصندوق تحيا مصر. طب حلو قوي، يعني إحنا عمرو عبد الهادي بإفكه وضلاله وغباءه الحقيقه حط ايدنا احنا على حاجه مهمه جدا. يا جماعه بالثروه الطائله التي يملكها محمد حسين يعقوب، بتكلم على مزارع وعمارات بس ب 2 مليار غير الفلوس الثانيه، ده احنا قدام الوقت بزنس مان، قدام رجل اعمال. وهو اذا كان فعلا محمد حسين يعقوب وغيره ما تبرعوش لصندوق تحيا مصر، ليه ما تبرعوش؟ ده بالعكس مفروض اتباعهم كمان يطالبوهم بالتبرع لصندوق تحيا مصر اللي بيصرف على مشروعات كتيرة جدا، منها حياة كريمة ومنها الناس اللي هم مش اللي هم محتاجين، فالناس دي ليه ما بتدفعش؟ ده نبهنا عمرو الحقيقة للحكاية دي. لكن الأهم من ده، أنا توقفت عند يعني تصريح لفضيلة المفتي العالم الجليل الدكتور شوقي علام، بيتكلم فيه إن احنا محتاجين تشريع ملزم بمنع غير المتخصصين من الفتوى والدعوة، لأن محمد حسين يعقوب لما راح المحكمة قال لهم يا إخوانا أنا دبلوم معلمين، أنا مش متخصص، أنا راجل بقول كلام يرقق القلوب وزيه كتير. هذه قضية مهمة جدا، يعني استدعت منا أن يكون معي على الهاتف فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية والعالم الجليل. فضيلة المفتي أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا محمد بيه. اهلا بيك يا فندم. حضرتك فضيله المفتي فاتح التلفزيون جنبك مش كده؟ تقريبا. طيب بس توطي التلفزيون الاول. انا عارف ان حضرتك في البلد فيعني لا انا في القاهره يا فندم. طيب يا فندم طيب. فضيله المفتي اسمح لي ان احنا نبدا من عند هذه الفكره اللي حضرتك يعني بتطرحها، وهو ضروره صدور تشريع ملزم يمنع غير المتخصصين من الإفتاء والدعوة. يعني
ما المبرر لهذا الطلب أو هذه الدعوة يا فندم؟ هو بطبيعة الحال بعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أنا بشكر سيادتك على طرح هذا الموضوع، لأن الآن نحن في عصر التخصص، لا يليق بحال من الأحوال أن يكون هناك طبيب يقول بأنني طبيب وأمارس مهنة الطب ثم لا يصدر له تصريح من نقابة الأطباء أو محامي ولا يصدر له يعني تصريح وإذن بممارسة المحاماة من نقابة المحامين والمهندسين والصيادلة وشتى المهن. تمام. بلا شك أن الفتوى والإفتاء هي صناعة الحقيقة ودربة وخبرة وتحتاج إلى قدر كبير جدا، بل مش قدر كبير، تحتاج إلى علم غزير وتخصص دقيق وإحاطة بأبعاد كثيرة يمكن أن نصنفها في أبعاد ثلاثة. تحتاج إلى أن يدرك المفتي الأدلة الشرعية بجوانبها المختلفة، ويدرك كذلك الواقع بأبعاده المختلفة وتشعباته وتشابكاته وتعقيداته في الوقت الحاضر، كما أنه يحتاج إلى أن يدرك كيف ينزل هذا الذي أدركه من الأدلة الشرعية بالواقع المعيشي الذي يتحرك من خلاله الحكم الشرعي على أفعال المكلفين. فدي الحقيقة يعني صنعة تحتاج إلى مهارة خاصة وتحتاج إلى إدراك للمآلات. الحقيقة تحتاج إلى إذن، تحتاج إلى تصريح، تحتاج إلى ألا يلج أو ألا يدخل إلى هذا المجال إنسان غير متخصص. الفتوى كما تعلم سيادتك هي محركة، يعني لو بحثنا في كل الأعمال الإرهابية على مستوى العالم والتي تنفذها المجموعات الإرهابية في عصرنا هذا لا تجد من ورائها فتوى تبيح وتشرع. صحيح، يعني أصل كل عملية إرهابية فتوى، وراها فتوى بلا شك. وبذلك هذه الفتوى لما احنا في الحقيقة في دار الإفتاء المصرية أدركنا خطورة الأمر، وفي سنة 2014 في يناير بالتحديد 2014 أنشأنا مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة. هذا المرصد يعمل على مدار الساعة ويرصد كل الفتاوى الصادرة على مستوى أجهزة الإعلام المختلفة، ونحن نرصد فتاوى داعش ومصادر عنها مرئيا ومسموعا ومكتوبا وفي كتب وفي أبحاث وفي مطويات أيا كان صورة الإصدار الذي صدر. ومع ذلك لاحظنا أن التحركات التي يتحركها هؤلاء والتي تدمر وتقتل وتسبي النساء هنا وهناك وجدنا أن من ورائها الفتوى. ولما بحثنا الفتوى هذه وعرضناها على المعايير العلمية التي تعلمناها من وصف الواقعة وتكييفها وإنزال الحكم والبحث عن الأدلة إلى آخر هذه المسائل، وجدنا أنها بعيدة عن المعايير العلمية التي تصدر من خلال الفتوى المعتبرة. وأنا أعبر هنا بتعبيرات يعني لابد أن نقف معها، فتوى معتبرة يعني صادرة عن مؤسسة معتبرة عن علماء معتبرين، ليس عن هؤلاء. لما أيضا بحثنا عن وجوه هؤلاء الإرهابيين والمنحرفين والمجرمين وأيا كان الوصف الذي يعني نعبر، والحقيقة أن أفعالهم تتسع لكل هذه المعاني ولكل هذه الأوصاف، إلا أننا وجدنا أنه ليس من بين واحد منهم إنسان متخصص درس في معهد علمي معتبر أو في على أيدي شيوخ معتبرين، بل الكل في الحقيقة هم إما يعني أبناء ورق وهكذا، وإما أنهم لم يدرسوا العلم الشرعي وإنما كانوا يعني وسيلة وأداة في أيدي هؤلاء الإرهابيين. فنحن نحتاج بالحقيقة نتيجة هذا الوضع المأساوي الذي نعيشه وتصدر يعني غير المتخصصين في هذا المجال الذي أصبح كلأ مباحا لكل من هب ودب تقريبا، يعني أنا يعني في مسيرة الحياة وسيادتك لا شك أنك تقابل الكثير من هؤلاء، تجد بأنه الشكلانية أو الشكلية
مسيطرة للغاية، ونحن شعب في الحقيقة قد نتقبل مثل هذه الأمور وسريع التقبل، ومجرد أن نرى شكلا معينا ننقاد إليه وربما نسلم له العقل حتى ولو كنا في مستوى علم معين. الذي أريد أن أقوله إن الفتوى الآن أصبحت ومن قبل أصبحت هي صنعة، وأصبحت صنعة دقيقة تحتاج لمن يمارسها إلى إذن خاص بذلك بعد اجتيازه لأمور علمية دقيقة جدا يقدرها العلماء المعتبرون. طب فضيلة المفتي، حضرتك بتتحدث عن الفتوى كصناعة، لكن هل نحن نحتاج أيضا إلى تشريع ملزم ألا يمارس الدعوة بشكل عام؟ لأنه في بعض الناس بيحتاجوا يقولوا والله أنا مش مفتي، أنا بتكلم فيما يرقق القلوب وأنا بدعو الناس إلى الالتزام بس أنا مش مفتي. هل أمر الدعوة أيضا يعني يلزم له متخصصين؟ لأنه الوقت إحنا لقينا حد بيقول والله أنا مش دارس، أنا خدت ده عن أبويا وعن جدي زي ما حضرتك تابعت. فهل ما ينصرف على الفتوى ينصرف أيضا على أمور الدعوة الأخرى بشكل عام؟ بلا شك أننا الآن في لزوم وضرورة لكل من يمارس علما معينا أن يكون مأزونا فيه وأن يكون من جهات مختصة. وبلا شك سيادتك احنا من بلاد أرياف يعني ومن بلاد فلاحين، إمام المسجد والداعية مؤثر للغاية، يمكن الفتوى محركة لأجندات معينة، لكن الدعوة في الحقيقة بتوجه الإنسان وتوجه سلوكه، وتحتاج إلى من يمارس هذه الدعوة أن يكون أولا نموذجا وأن يكون دارسا وأن يكون واعيا بأبعاد الواقع الذي يدعو الله سبحانه وتعالى فيه، وأن يكون ذكيا وفطنا. بلا شك أن كل هذه المعاني تحتاج إلى درجات علمية من نوع معين، تحتاج إلى تعليم شرعي من نوع معين، تحتاج إلى أيضا تدريب. وبلا شك فأن يعني واسمح لي أنا أتكلم بلسان وزارة الأوقاف، هناك تدريب على ما أعلمه على مدى الساعة في الأكاديمية الدولية لتدريب الأئمة وكذلك في الأزهر الشريف. لماذا هذه التدريبات المختلفة التي تدار هنا وهنا، وعندنا في دار الإفتاء المصرية يعني تدريبات على الفتوى على المستوى العام، لماذا كل هذا؟ لماذا نحن مهمومون بذلك؟ لا شك أننا نقول بأن الدعوة والفتوى هما من صنعة تحتاج إلى إذن خاص، ولذلك من خلال منبرك الكريم نحن ننادي إلى تشريع خاص يقصر الفتوى على المتخصصين وكذلك الدعوة على المتخصصين ومن يؤذن له. طيب يعني خليني أتطرق يا فندم للاجتماع اللي حضرتك تحدثت من خلاله مع عدد من أعضاء مجلس اللوردات والعموم البريطاني. بس قبل ما نروح لتفاصيل هذا اللقاء واللي حضرتك قلته، أنا عايز أتوقف عند يعني تصريح أو فتوى نسبت لي حضرتك، وفي جملة أنت قلتها لأعضاء مجلس العموم البريطاني، قلت لهم أنه جماعة الإخوان ليست جماعة دعوية ولا علمية بل هي جماعة إرهابية. الفتوى اللي بسأل حضرتك عليها انه حضرتك قلت ان الانضمام الى جماعة الاخوان حرام شرعا، يعني السند الشرعي لهذه الفتوى ايه يا فندم؟ يعني ما يبررها شرعيا ايه؟ السند الشرعي سهل وبسيط وموجود في القرآن الكريم، ان القرآن الكريم دعانا الى الوحدة ودعانا الى عدم الفرقة ودعانا الى ان المسلم للمسلم كالبليان يشد بعضه بعضا، ودعانا الى التعاون والى التشارك على نحو يحقق العمران الحقيقي لهذا الكون او لهذه الارض. اذا كان الامر كذلك وان هذا هو المقصود الشرعي من العباده الحقيقيه لله سبحانه وتعالى التي تترتب على هذه العبادة وعلى تزكية النفس، أن الإنسان ينطلق في هذا الكون بالعمران، والعمران لا يمكن أن يكون بنواحيه المختلفة، الناحية العلمية والناحية البنيانية وكل النواحي المتعددة لأوجه العمران، لا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال إنسان يفقه الدين تماما. إحنا الحقيقة درسنا وضع الإخوان من بداية القرن العشرين من سنة 28 من واقع مصادرهم ومن واقع ما كتبوه ومن واقع مذكراتهم
واخر المذكرات كانت مذكرات علي عشماوي القائد في التنظيم الخاص. صحيح، التنظيم الخاص، نعم، وهو له باع طويل جدا وقد انشق عن الاخوان، لكنه كتب مذكراته. هو يقول، او انا قرات هذه المذكرات، يكاد سيادتك لما تطلع، هو اولا هو يقرر جمله من الحقائق. الحقيقه الاولى ان الاخوان وما وهذه المجموعات على الساحه في وقته، وهي اصول لهذه المجموعات التي نحن نراها الان، قال بان هذه المجموعات هي الام التي ولدتها هي الاخوان المسلمون. الاخوان هم ولدوا هذه المجموعات، بسهولة تستطيع أن ترجع هذه المجموعات إليها. هذه حقيقة قررها في صفحة 2 من المذكرات. بعد ذلك تلحظ عسكرة الإخوان في كل صفحة من الصفحات، وأنا أضع علامات استفهام كثيرة جدا. إذا كنت أنا داعية إلى الله سبحانه وتعالى وأدعي بأنني صوفية وأدعي بأنني طريقة سلفية وأدعي بأنني طريقة إلى آخره، فلماذا هذا الكم من الأسلحة الذي يكاد أن يملأ البيوت؟ لما تقرأ مذكرات علي عشماوي سيادتك بتلحظ بأنه في كل مركز من المراكز هناك مكان ومستودع للأسلحة. أنا لماذا أحتاج؟ أنا رجل درست في الأسر الشريف، ولم يشر إلي في يوم من الأيام أن أنا بحاجة حتى إلى عصا، مش إلى سلاح. نحن بندرس العلم الشرعي أيضا، هل العلم الشرعي يحتاج إلى من إلا الطالب الذي يتعلمه أو الأستاذ الذي يدرسه؟ يحتاج إلى قوة تحميه على هذا النحو. وأين سيادة القانون وأين الأنظمة التي تكون موجودة في البلد في هذا الوقت؟ يعني الحقيقة لكل هذه الأمور، ونحن رصدنا اللاسلمية عند الإخوان من واقع كلام حسن البنا ومن واقع كلام من تلاه إلى حركة حسم الآن، وهذا التقرير موجود عندنا في دار الإفتاء المصرية. تستطيع من كل هذه المقدمات أن أنت تقول بارتياح شديد أنه إذن بناء على ذلك يحرم الانضمام إلى هذه المجموعة التي تؤدي إلى زعزعة المستقر، وتؤدي إلى إنهاك القوة، وتؤدي إلى يعني تفتيت البنية التحتية التي أقامها المجتمع. وهذا صادر على لسان سيد قطب، وهذا صادر على في أدبيات الإخوان جميعا. لكل ذلك في سنة 2018، مش ليس الآن، دعنا أصدرنا هذه الفتوى سنة 2018 بحرمة الانتماء إلى جماعة الإخوان. طيب، في حديثك يا فندم إلى أعضاء مجلس اللوردات والعموم البريطاني، يعني أنا أريد من سيادتك للسادة المشاهدين تلخيصا للرسالة التي أردت أن ترسل بها إلى هؤلاء عن الإسلام. الحقيقة ديت جاءت ضمن خطة طموحة نحن وضعناها في دار الإفتاء المصري، دار الإفتاء المصري للتواصل مع الخارج. يعني إذا كنت أنت تعالج مشاكلك في الداخل من أجل بيان بحكم الشرع الصحيح، فأيضا الإسلام تأزم في الخارج من واقع الخوف منه نتيجة سلوك هذه المجموعات الإرهابية. فلا بد من التحرك وبيان الأمر للناس أن هذا الأمر على غير حقيقته في الحقيقة، وأن الإسلام بريء من كل هذه الأمور، أن الأديان جميعا بريئة من هذه التهم التي تلزق به. ونؤكد تماما أن الإسلام ضد العنف، ضد الإرهاب، بل هو سلم في سلم في سلم، إلى أن تقوم الساعة لمن يفهم هذا القول. فهذه الخطة كانت بدايتها وليست النهاية بطبيعة الحال، أن نلتقي ب أعضاء مجلس العموم واللوردات البريطاني للتواصل معهم ومناقشة الأمر. وهم طرحوا الحقيقة العديد من الأسئلة، ربما يعني التي تعطينا يعني فهما آخر لأبعاد القضية، وهو أن الذي يخاطب الغرب ينبغي أن يفهم كيفية خطاب الخطاب الذي يصدر إلى الغرب، لأن الخطاب الذي يصدر إلى الغرب بثقافة الغرب بمحتوى الغرب وفهمه عن الإسلام يختلف تماما عن الذي يصدر في داخل البلاد الإسلامية. ولذلك نحن نحتاج إلى أن نتواصل ليس على هذا القدر فقط، بل على كافة المستويات. ولذلك نحن نطمح إلى أن يكون تواصلنا في الخارج إن شاء الله سبحانه وتعالى على نحو أعمق من ذلك وأكثر، أو في إطار التوسع الأفقي إن شاء الله. إن شاء الله. طب يعني فضيلة المفتي، معلش أنت عارفني يعني مش طماع، لا طموح مع حضرتك، يعني دي فرصة أنك معانا. في
موضوعين، موضوع اجتماعي واخر موضوع عام هبقى محتاج كلمه من حضرتك فيه. لكن الموضوع الاجتماعي حضرتك تابعت خلال الفتره اللي فاتت بعض الدعوات اللي بتقول انه يعني عند الطلاق يتم اقتسام الثروه ما بين الرجل والمراه، يعني في بعض الدعوات اللي جت كده وناس بتطالب بسن قانون انه لما يحصل الطلاق فالمراه تاخذ نصف ثروه زوجها السابق يعني. يعني راي حضرتك في هذه القضيه ايه؟ هو بطبيعه الحال العقد الزواج بيرتب حقوق والتزامات متبادله في الحقيقه، ليست يعني ومتوازنه في الوقت نفسه. يعني ليست على طرف لحساب الطرف الاخر. الذي يدرس الحقوق المتبادله نتيجه عقد الزواج والتي فهمها العلماء من دلالات النصوص الشرعيه يلحظ هذا التوازن الدقيق، لكنه يحتاج سيادتك الى حسن تطبيق. نحن لم ندر البيت الذي نعيش فيه إدارة جيدة. نحتاج إلى علاقة الود والرحمة والسكينة التي قصدها الله سبحانه وتعالى في قوله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. يعني شوف سيادتك لاحظ هذا التعبير الدقيق في القرآن الكريم، لتسكنوا، السكن لا يكون إلا مع هدوء واستقرار وراحة بال. ثم عقب بعد ذلك تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وإذا كان الله سبحانه وتعالى يخبر بأنه جعل بين الزوجين نتيجة هذه العلاقة الطيبة مودة ورحمة، فإنه في الوقت نفسه يطلب منا نحن الأزواج أن نجعل المودة والرحمة هي الأساس في العلاقات. يعني لا 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 نعمق النظر الحقوقي النظر القانوني بقدر ما نعمق النظر الثقافي المجتمعي فيما بين الزوجين. نحن نريد أن نعود بالأسرة إلى حيث الدفء، إلى حيث الحوار، إلى حيث التنازل كل منا للآخر، إلى حيث يكون الزوج بالفعل كما قال القرآن هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى أن نصل إلى هذه المرحلة. لو وصلنا إليها بالفعل وحققنا المودة والرحمة والإطار الحقيقي للزواج لاستغنينا كثيرا عن الإطار الحقوقي الذي لا نحتاج إليه في الحقيقة إلا عند التنازع وعند التخاصم، والذي نلاحظه في المحاكم مأساة في الحقيقة. نحن نريد أن يغلب الجانب الحقوقي على الجانب الأخلاقي، جانب الود والسكن والرحمة والمواد. طيب معلش برضو يا فندم، يعني خلال امبارح وأول امبارح حصل وقعة بعض الناس ممكن ما يلتفتوش ليها او يتعالوا حتى عليها، لانه في كلام على انه ما اعرفش حضرتك تابعت الموضوع ده ولا لا، انه كان في قطه في دار الاوبرا، وانه الوقت قالوا انه المسؤولين في دار الاوبرا سموا هذه القطه، والوقت في تحقيقات في الوزاره عشان يشوفوا مين تسبب في ده. التعامل مع الحيوانات، يعني هل مساله اقدام اي حد ايا كان يعني على انه يسم حيوان معين، يعني برضو رؤيه حضرتك في ده ايه؟ احنا بطبيعه الحال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وجهنا لهذا الامر وجعل الكلاب امه، وان القران الكريم يخبرنا بان هذا الكون فيه امم امثالنا يعيشون بنظام معين او بنطاق معين، وان سيدنا سليمان عليه السلام مر على وادي النمل وهي أمة من الأمم. إذا نحن في إطار هذه العلاقات نحن أمة أيضا مع هذه الأمم، نعيش على هذا الكون لكن في إطار الإنسانية وفي إطار هذا العقل الذي منحنا الله سبحانه وتعالى إياه. ومع ذلك فإنه ينبغي علينا نحن أن نحترم هذه الأمم التي تعيش معنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حذرنا أشد التحذير عندما قال دخلت امرأة النار في هرة أو في قطة يعني حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. على الحقيقة هذا الحديث الشريف ينبئنا عن أنه ينبغي التعامل برفق شديد جدا مع الحيوان. وأقول لسيادتك بأن تجربتنا المصرية الحقيقة تجربة كبيرة جدا في هذا الصدد، ينبغي أن تعمق وأن تظهر هذه من خلال سيادتكم في الإعلام بالاطلاع على الوقفيات التي وقفها المصريون قديما وحديثا على الكلاب الضالة في الشوارع
التي لا مالك لها ولا مأوى لها، هناك أوقاف وقفها الناس لأجل الاعتناء بهؤلاء. ولذلك احنا أصدرنا في دار الإفتاء المصرية العديد من الفتاوى التي تمنع من إيذاء الحيوان وتمنع من قتل الحيوان، إلا في نطاق ضيق جدا. حتى في لما جاء إلينا سؤال عن الكلاب الضالة في الشوارع، قلنا لابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة القانونية. على فكرة احنا عندنا قانون راقي جدا، لكن يحتاج أيضا إلى ثقافة التطبيق. ولذلك نحن نركز دائما على الثقافة التي تسبق المطالبة بتطبيق النص القانوني. النصوص القانونية مبهرة وموجودة، لكنها تحتاج إلى من يطبق هذه النصوص على نحو حضاري. الفتوى محرمة ومانعة من إيذاء الحيوان بأي صورة من الصور، مانعة من يعني أو محبذة للرفق بالحيوان، وجعلت في كل كبد رطبة أجر كما قال سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طيب المحطة الأخيرة فضيلة المفتي، يعني حضرتك تتابع الموقف المصري في موضوع سد النهضة، وهنا مش بنتكلم في موضوع سياسي، ولكن يعني نريد من حضرتك كلمة في هذا السياق، لأنه هناك بعض الناس اللي في إجراءات الدولة، بعض الناس اللي يعني لا يقدموا حتى الدعم للموقف المصري، فماذا تقول في هذه القضية؟ احنا الحقيقة يعني بننظر بإكبار شديد جدا وبتقدير عالي المستوى إلى الموقف المصري المتخذ في صبر وفي حكمة وفي اقتدار تجاه هذه القضية. هذه القضية يحكمها قوانين دولية، ليست قوانين محلية، إنما يحكمها قوانين دولية اتفق عليها العالم كله في إدارة هذا العالم، يعني الأنهار والبحار والمحيطات. ونحن درسنا كل هذه الأمور في دراسات من القانون الدولي في كلية الشريعة والقانون فيما يتعلق بقوانين البحار والأنهار. إذن القضية هي ينبغي أن تترك. صحيح نحن نتألم، نحن يعني كأفراد مجتمع وكأناس عاديين من جراء هذه الغطرسة الأسيوبية، لكن ومع ذلك نحن نترك هذا الأمر ونثق في قدرة قادتنا وسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل من هو معني بهذا الملف، في الحقيقة في قدرته على التعامل معه بذكاء وبحنكة وباقتدار. بشكر فضيلتك جدا، يعني أثقلت على حضرتك، ويتجدد بينا اللقاء قريبا إن شاء الله فضيلة المفتي. يعني بوضوح شديد تكلم فضيلة المفتي في عدد من الموضوعات، أنا يعني انتهزت فرصة أنه معانا فتحدثنا في أكثر من موضوع. الحقيقة أنا بضم صوتي لصوته وبناشد مجلس النواب، مجلس الشيوخ ومجلس النواب، عشان يبقى في دعم لصدور هذا التشريع الملزم، أنه يا جماعة يتم قصر الإفتاء والدعوة على المتخصصين. لو في واحد بيجي يتكلم مثلا في الإعلام، أن يعني يجي نطرح أي موضوع، يقول لك أنت بتتكلم في الدين ليه؟ أنت مش متخصص. طيب يبقى هذه القاعدة على الجميع، ما ينفعش واحد مش متعلم، مش دارس، شخص جاهل كمان، يبقى هو بيطلع على المنابر وبيقول دروس، وفجأة يتحول إلى أيقونة عند ناس سذج وبسطاء ويبقوا ماشيين وراه، وتتحول الدعوة إلى تجارة بالدين، زي ما حضراتكم شفتوا، زي ما بدأنا الكلام نختم الكلام، تلاقوا ناس مليارديرات من الدعوة. يعني أنا مش عارف والله ما هو الإنجاز الذي قدمه محمد حسين يعقوب للحياة حتى تكون لديه هذه المليارات. يعني إيه الإنجاز؟ ماذا قدم للحياة؟ ماذا قدم للناس؟ راجل ظل يكذب طوال حياته، طوال حياته. انتوا عارفين المشكلة فين؟ المشكلة في ان اتباعه الان فرحانين، يقول لك ده راح المحكمة ما خدوش منه حق ولا باطل، حدش عرف يعني يخليه يقول حاجة هو مش مقتنع بيها. طب توصل المسألة بينا الى هذه الدرجة؟ انا بقول يا جماعة محتاجين هذا القانون وبشكل سريع جدا، انه مش كل واحد يفتي ومش كل واحد يتكلم في الدين، لانه لما كل واحد فتى وكل واحد يتكلم في الدين، ظهر عندنا واحد زي محمد حسين يعقوب بعد كل هذا العمر يقول لك انا
معرفش وما شفتش. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل موضوعاتنا وقضايانا مع حضراتكم النهارده. اهلا بحضراتكم من جديد. النهارده كان في اجتماع مهم جدا في قصر الاتحاديه، جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق اول محمد زكي العام للقوات المسلحه وزير الدفاع، والفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحه، وعدد من قاده القوات المسلحه. لما تيجي تتامل ما دار في هذا الاجتماع هتلاقي نفسك بيتحقق بالنسبه لك الشعار الذي ترفعه القوات المسلحة المصرية اللي هو إيه؟ يد تبني ويد تحمل السلاح. ليه؟ لأنه كان في محور أولاني كان بيتكلم فيه الرئيس عن مناقشة خطة القيادة العامة لتطوير ورفع كفاءة القوات بكافة أفرع القوات المسلحة، والارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل لكافة عناصر القوات المسلحة طبقا لأحدث التقنيات في مجال التدريب والتسليح. وهنا الحقيقة ده طبعا الرئيس بيستعرض بعض الاجتماع عدد من المركبات المدرعة متعددة المهام اللي تم تصنيعها بإمكانيات القوات المسلحة. دي الصورة. طيب، فبقول احنا عندنا تحقيق هذا الشعار في الاولاني لما بيتكلم يناقش الرئيس خطه القياده العامه عشان رفع كفاءه ومستوى عناصر القوات المسلحه، تاهيل وتدريب طبقا لاحدث التقنيات في مجال التدريب والتسليح في العالم. ليه؟ لان انت من البدايه بتقول انه هذا الجيش هو العمود الفقري لهذا البلد، هو السند الحقيقي لهذا البلد. القوه بتاعته قوه ردع، لأنه مصر ليست دولة معتدية على الإطلاق، ولولا الجيش ده كانت البلد خربت في 25 يناير، وكانت البلد خربت في 30 يونيو. لو الجيش ده ما وقفش في ظهر الشعب كانت المسألة اختلفت تماما. ولذلك كانت المحاولات الشديدة لزرع الفتنة ما بين الجيش والشعب، لأنه يقول لك أنه مصر يا جماعة مش شعب وجيش. لا، المسألة متداخلة بشكل كبير جدا، انك ما تقدرش تفصل ما بين الجيش وما بين الشعب. احنا ما فيش مرتزقة زي دول تانية. الجيش مش وظيفة لمواطن، لا، ده الناس بتدخل الجيش اسمه الخدمة الوطنية. طيب، الجزء الثاني الرئيس ناقش كمان في مشاركة بعض عناصر القوات المسلحة في المشروع القومي الكبير اللي هو مشروع حياة كريمة، اللي هو إعادة الروح والحياة إلى الريف مرة أخرى. فبقول لكم هذا الاجتماع بيقول لنا الحاجتين، اللي هو يد تبني بمشاركة القوات المسلحة في هذا المشروع، مشاركة في مشروعات كثيرة جدا ومبادرات اجتماعية كثيرة جدا، واليد التي تحمل السلاح، لأنه بدون الاتنين دول نبقى في ورطة كبيرة جدا. أنت بتحمي بلدك وبتبنيها في نفس الوقت. يمكن ده يدخلنا لآخر التطورات في موضوع سد النهضة. اخر حاجه كان الاجتماع بتاع 15 يونيو اللي هو كان فيه وزراء الخارجيه العرب موجودين في الدوحه. 15 يونيو، 16 يونيو، 17، 18، النهارده 19، بقى لنا 4 ايام. من حقك تسال هو ايه اللي حصل؟ يعني ايه مخرجات هذا الاجتماع؟ انا كدوله كمصر استفدت ايه من هذا الاجتماع؟ هقول لحضراتكم على حاجه. اول حاجه في مخرجات هذا الاجتماع ان احنا تقريبا لأول مرة يكون هناك موقف عربي موحد بشكل كامل خلف قضية. وخلينا نركز في هذا الموضوع، يعني وزراء الخارجية العرب بالإجماع اتفقوا على دعم مصر والسودان في قضية سد النهضة. وبعدين يعني في قضية مصر والسودان، لأنه مصر والسودان يا جماعة من حيث عدد السكان تقريبا بيمثلوا تلت الدول العربيه، عدد السكان احنا الاثنين حوالي 150 مليون او اكتر شويه 160 مليون، فتلت سكان الدول العربيه. فالدول العربيه جميعا كانوا متفقين على دعم مصر والسودان بدون تحفظات. ده رقم واحد. ليه؟ لانه في 2020 كانت السودان قدمت مشروع في جامعه الدول العربيه وحصل تحفظ
من الصومال وجيبوتي في 2020، لكن في هذا الاجتماع أول حاجة إنه لأول مرة يكون هناك إجماع عربي مطلق على مساندة مشروع أو دعم موقف اللي هو موقف مصر والسودان في سد النهضة. أول حاجة. تاني حاجة إنه هذا الاجتماع قرر تدويل قضية سد النهضة مرة أخرى والوصول بها إلى مجلس الأمن. ليه؟ لأن إحنا كنا طول الوقت نقعد نقول عاوزين الحل إفريقي، واحنا راضيين بانه الاتحاد الافريقي اللي هو برئاسه الكونغو الديمقراطيه في هذه الدوره هو اللي بيرعى المفاوضات، لحد ما المفاوضات اللي كانت في ابريل اللي فات في كينشاسا فشلت فشل ذريع. فقال لك لا خلاص احنا طالما الحل مش جاي افريقي لازم نروح لمجلس الامن. فهذا الاجتماع قرر تدويل القضيه، وصول القضيه الى مجلس الامن مره اخرى. طيب هل احنا قدام قرارات نظرية؟ اقول لك لا، لانه تم تكوين او تشكيل مجموعة عربية. المجموعة العربية دي فيها مين؟ تونس، لان تونس هي العضو العربي في مجلس الامن الان، وبعدين معاها العراق والمملكة العربية السعودية والمغرب وطبعا الامانة العامة لجامعة الدول العربية. هيعملوا ايه دول؟ تواصلوا بالفعل مع مجلس الامن عشان يعملوا اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لطرح قضية مصر والسودان أو موقف مصر والسودان في قضية سد النهضة، بحيث أنه تبقى المفاوضات، لأنه في ناس كتير يقول لك احنا لسه هنتفاوض، احنا هنتفاوض يا جماعة كويس، تبقى المفاوضات هذه المرة تحت مظلة أو برعاية مجلس الأمن، يبقى في تدخل بحيث أنك لما تبقى رايح لمفاوضات مرة أخرى مع إثيوبيا تبقى انت في ضمانات انه هذه المفاوضات تكون جد. تقول لي احنا ما زهقناش، اقول لك لا. طب تقول لي احنا ما اتعلمناش، هقول لك احنا متعلمين كويس وفاهمين كويس انه الاثيوبيين يا جماعه بيلعبوا بمنطق البلطجي في الموضوع، اللي هو ايه؟ يخسر كل حاجه يكسب كل حاجه. فده اخر تطور في الموضوع، اللي هو احنا بنتكلم على ايه؟ انا كمواطن دوري ايه؟ انا كمواطن دوري ايه؟ يعني ان لم تكن لدي معلومات حقيقية أتكلم بيها أسكت، لأنه في ناس كتيرة جدا بيفتوا، وللأسف الشديد ناس بيبدو أن هم متخصصين فبيفتوا لما يرعب ويرهب هذا الشعب طول الوقت ويطلقوا شائعات. فده آخر حاجة في موضوع سد النهضة. طيب على مستوى برضو مصر وعلاقاتها، أنا عايز أعرض لحضراتكم تقرير امبارح كانت وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم ونائبة وزير الثقافة الروسي في الأوبرا بيطلقوا فعاليات عام التبادل الإنساني. السنة دي بتمر 65 سنة على العلاقات المصرية الروسية، فهذه الفعالية بتأتي في هذا السياق. خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع ليه حضراتكم مرة أخرى. ثلاثة وعشرون فعالية متنوعة بين مصر وروسيا في عام التبادل الإنساني، والذي يأتي تنفيذا لاتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لتطلق الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فعاليات عام التبادل الإنساني، الحدث الذي يؤكد الروابط الوطيدة بين البلدين. البداية النهاردة كانت قوية جدا بالفرقة الاستعراضية بريوسكا، شيء عظيم الحقيقة. احنا مفتقدين هذه العروض من فترة طويلة، ولكن بداية موفقة جدا. عندنا 23 فعالية بإذن الله على مدار العام حتى مايو 22. عام التبادل الإنساني بين البلدين يعد حدثا تاريخيا هاما، ويبدأ على أحد أهم مسارح دور الأوبرا في العالم، وأنا سعيدة لتواجدي في القاهرة ومشاركة بلادي في معرض القاهرة الدولي للكتاب. والمستقبل يحمل خطة سرية للتبادل الثقافي والفني بين البلدين. تضمنت مراسم حفل الافتتاح كلمات لأبرز الحاضرين، بعدها قدمت فرقة بريوسكا للرقص الشعبي مجموعة من التابلوهات الفنية التي تعبر عن الفلكلور الروسي وتجمع بين الأداء الشعبي والرقص الكلاسيكي. العلاقات المصرية الروسية علاقات قديمة جدا وعريقة، والتعاون بين البلدين يمتد في عمق التاريخ، وسعيدة جدا لاختيارنا لتمثيل روسيا، وسعيدة أيضا بهذا الاستقبال، وده يشجعنا إن احنا نيجي تاني.
هيبقى عندنا اسبوع السينما الروسيه المترجمه للغه العربيه التي سوف تجوب محافظات مصر كلها. عندنا انشطه عديده جدا في عروض فنون تشكيليه من روسيا في مصر، وبالعكس ايضا في فرقه فنون شعبيه مصريه هتغادر مصر للعرض في موسكو ومدن اخرى. احمد غنيم، اخر النهار. عايز اقول لحضراتكم انه دار الاوبرا دي من الحاجات اللي هي بتضمن حيويه مصر، يعني طول ما الاوبرا كده منوره والحفلات فيها موجوده والفرق بتعرض شغلها من مختلف يعني الفنون، فاحنا بنبقى مطمنين جدا على وضع البلد ومستقبلها، على حاضرها ومستقبلها. كان الاديب الكبير يحيى حقي يقول لك يعني اذا لو عايز تشوف بلد او تحضر بلد فدور على حاجتين فيها، على وضع الفن وعلى وضع المراه، لو دول حاجه كويسه جدا فيها فتعرف ان البلد دي بلد كويسه. طيب خلونا نستمع من الدكتور مجدي صابر مدير دار الاوبرا المصريه عن هذه الفاعله. دكتور مجدي اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. يعني كنا بنعرض للساده المشاهدين فاعليه اطلاق عامل التبادل الانساني بين مصر وروسيا واللي كان في دار الاوبرا امبارح، يعني تعليق حضرتك على هذه الفعاليه ايه في اطار ان في 65 سنه من العلاقات المصريه الروسيه؟ طبعا امبارح الفعاليه كانت اكثر من ممتازه واكثر من رائعه، حضرتها معالي الوزيره الدكتوره ايناس عبد الدايم ونائب وزير الثقافه الروسي اللي قبل الفعاليه تباحثوا وتحدثوا مع بعضهم في الفعاليه اللي هي هتستمر لمده عام وهيكون لاجهزه وزاره الثقافه واجهزه وزارات الدوله بشكل عام انشطه كثيره جدا فيها. احنا كدار اوبرا يعني لينا عده انشطه فيها، وان شاء الله من المحتمل ان احنا نختتم الفعاليات في روسيا ان شاء الله بعروض مصريه من دار الاوبرا المصريه باذن الله ان شاء الله. امبارح الحفله طبعا كانت فرقه روسيه من اكبر الفرق الروسيه للفنون الشعبيه الروسيه، ويمكن حضرتك شفت امبارح كانت فرقه اكتر من رائعه، حاجه يعني مبهرة وحاجة جميلة جدا جدا جدا، يعني كلنا استمتعنا بيها الحمد لله. بالتوفيق دايما يا دكتور، بس يعني حضرتك يعني معانا فأنا ما ينفعش ما اسألكش عن موضوع مهم جدا، يعني أنت عارف قالب السوشيال ميديا والناس بتسأل في مسألة قطة مهرجان السينما اللي كانت موجودة، هو بقى اسمها كده يعني، وأنه يعني تم تسميمها، إيه اللي حصل يا دكتور؟ انا هقول لحضرتك ان طبعا احنا عندنا بدل يعني الشكل بتاع القطه دي عندنا اكتر من 20 او اكتر يعني في ساحات الاوبرا قطط كتيره جدا، وبالذات الشكل دوت موجود كتير جدا. القطه ديت كانت موجوده في المسرح الصغير وتم يعني بقت شبه مقلقه للعاملين جوه المسرح بسبب السلوك وبسبب الاجهزه الاكثر تعقيدا في والكهرباء وكده هوت، فطلبوا مننا ان احنا او مش مننا انا يعني تحديدا من الشؤون الاداريه زي ما بيحصل من 33 سنه ان احنا نكلم الجهات المنوطه بمعالجه هذه الحاجات، فكلم الشؤون الاداريه عندنا كلمت الطب البيطري وجم عالجوا الظاهره بناء على تقرير من عندهم. فجالي حد انا شخصيا من العاملين قال ان القطه دي تم تسميمها وانها يعني انها مش موجوده، فانا يعني في وقتها والله يعني قررت ان احنا نعمل تحقيق كبير. طب خليني معاك يا دكتور واحده بواحده، يعني اذا كان تم الشكوى والناس رفعت الموضوع للجهات المختصه اللي هم يعني الاداره البيطريه ولا انهي جهه؟ الاداره البيطريه بالظبط. الاداره البيطريه. طيب وجات الاداره البيطريه فقالت انه الحل ان احنا نسمي القطه دي، هو انتوا بتحققوا في ايه؟ يعني الوقت لا ده في يا فندم في السوشيال ميديا. انا مش يعني لا سيبك من السوشيال ميديا يا فندم، انا بتكلم على سيب السوشيال ميديا يقول اللي يقوله، لكن انا بتكلم على انه هل ده هو الحل الوحيد؟ يعني كان الحل الوحيد انه تتم تسميم القطط بالنسبه للجهه الفنيه المختصه؟ لا يا فندم، لا احنا في الغالب دايما بياخدوا القطط وياخدوها هم يودوها الايواء يبعدوها عن المكان وخلاص، طول عمرنا بنتعامل بهذا بالطريقه دي.
عمرنا ما سمعنا عن موضوع السلم ده غير المره دي. انا واحد من اول الناس اللي دخلت الابره، عمري ما سمعت على ان في حاجة حيوان تم تسميمه او كلب او قطه تم تسميمه، عمرنا ما سمعنا ده. طب هو التعقيب يتم مع مين الوقت يا فندم؟ احنا بيتم على اساس ان هل حصل فعلا دوت ولا لا، لان برضك احنا عايزين يعني نستكشف هل تم تسميمها ولا تم معالجه الموضوع من خلالهم وخدوها معاهم. انا سالت حتى الشاكي، قلت له انت شفت القطه وهي ميته؟ قال لي لا. اللي هو جه لحضرتك وقال لك ان هم سمموها، قال لك ما شافش القطه وهي ميته يعني. بالظبط. وبعدين قالوا ان ولادها كمان ماتوا. العاملين في الاوبرا حلفوا لي انهم خدوا القطه الصغيره حطوها في الجنينه بتاعت الاوبرا وعايشين وزي الفل، ويعني ما فيش كلام ان هم سمموها وسمموا ولادها، ده مش صحيح. ولادها كمان سموها بس هي لوحدها، ما حدش يعرف ان كانوا سموها ولا لا. تمام. يعني ولادها موجودين، هي اللي اختفت. ولادهم بالظبط، هم بيعملوا اجراءاتهم من غير ما يرجعوا لنا، لان دي جهه برضك مختصه في الموضوع ده، بتتعامل معاه بشكل احترافي، مش بشكل مش يعني حد جه سمم ومشي، لا ده جهه. صحيح صحيح. يعني هو هنا الجرس معلق في رقبه الجهه الفنيه يا فندم. بالظبط يا فندم. تمام تمام، اشكرك جدا دكتور. شكرا. ان شاء الله تبقى ضيفنا قريب في اخر النهار. اشكرك. يسعدني يا فندم، يسعدني. شكرا. طيب يعني هنا القول الفصل في مساله يعني تسميم قطه الاوبرا، انه المساله في رقبه الجهه الفنيه اللي هو الاداره البيطريه، فنتمنى برضو انه التحقيق يسفر، هل هم عالجوا المساله بان هم سموا القطه؟ بحاجه صعبه جدا، لانه المفروض في تصرفات اخرى كتير. يعني خلينا متابعين الموضوع لانه موضوع مزعج انسانيا جدا الحقيقه. خلينا نطلع فاصل ونعود لحضراتكم مره اخرى بموضوعات يمكن اكثر تنوعا. اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه انا بلاقي نفسي من ان لاخر كده بوجه التحية تلقائيا إلى سيادة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي. المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي هو نائب رئيس مجلس الدولة، وعايز أقول لحضراتكم على حاجة. النهاردة كل الناس تابعت صدور يعني شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم الطعن على حكم صدر من محكمة القضاء الإداري في اسكندرية. الحكم اللي طلع من محكمة القضاء الإداري في اسكندرية ده، واللي أصدره المستشار دكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، بيقول إيه؟ بيقول إنه مش من حق أهل الزوج إن هم يمنعوا الزوجة من إن هي تطلع شهادة ميلاد لابنها. طب إيه التفاصيل القضية أو الموضوع إيه؟ ببساطة شديدة، دي سيدة من دمنهور جوزت وحملت، ففي فترة الحمل هي راحت للمحكمة وقالت انه انا يعني اهنت، واهلي جوزي اهنوني وجوزي اهني، فانا خدت نفسي ورحت بيت ابويا، خلاص ولدت عند ابوه. راحت تسجل ابنها، فكان زوجها استبق وراح لمكتب الصحة بهدف انه يمنع هذه السيدة من هي تطلع شهادة لابنها بالاسم اللي هي اختارته. فطبعا جوزها واهل جوزها اختاروا اسم تاني عندا في الزوجة، فراحت هي رفعت دعوة في المحكمة، تم نظر المحكمة وصدر هذا الحكم من المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، اللي هو بيتكلم على ايه؟ انه الحكم بيقول ايه؟ لا يجوز للزوج واهله اهانة زوجته وحرمانها من حقها في استخراج شهادة ميلاد المولود، لانه كانت الام مثلا تروح لمكتب الصحه عاوز تطلع شهاده، لا ده ابوه اللي يجي. هنا المساله دي اتعملت لمساحه ايه؟ الكيد. وانا الحقيقه برضو ما كنتش يعني فاهم المساله دي، زي مثلا برضو الولايه بتاعه المدرسه، يعني تبقى هي مع الام وبعدين يقول لك لا اصل ما فيش ولايه. طبعا المساله دي يعني تم اعاده النظر فيها، لكن مثل هذه الاحكام الدقيقه، لان انت هنا دي واقعه إنسانية ممكن تعدي على ناس كتير جدا، لكن القضاء الحقيقة اللي زي المستشار خفاجي بيبقى الواحد مطمن لكل القضاء. طبعا في قضاء بيبقوا ملمسين مع التفاصيل الإنسانية دي
والوقائع الانسانيه دي، فيطلع حكم زي ده. الناس اعتبرت انه هذا انتصار جديد للمراه. انا عايز اقول لحضراتكم انه المراه في مصر هي تطالب بالعدل، هي مش عايزه تاخد حقوق زياده، هي عايزه حقها فقط، عايزه العدل. فعشان كده بقول لحضراتكم ببقى من وقت لاخر ولاحكام مثل هذه بوجه يعني التحيه والتقدير للمستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي. طيب بنفس القدر ناس في الداخليه عملوا حاجه الحقيقه يعني اشكروا عليها جدا، لانه من كذا يوم طلع واحد في قنا يروج للمخدرات على الفيسبوك، قاعد كده بالسلاح والمخدرات حواليه وقاعد بيروج للمخدرات. الفيديو كان فظيع جدا، يعني خلونا كده نشوف الفيديو ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشعب مصر بخير، وكل سنة وانتم طيبين، والعيد الدائم ان شاء الله ندوزوكم. وعندي كلمة عاوز اقولها لكم، الكورونا اول هام ده انتم عارفينهاش التصرف بتاعها ازاي. لو اذا قلت لك برشامي تمول المناعة عندك تشد، اسوى صدارة افيون، اسوى صباح حشيش، اسوى نصته من بند وتاخده تلف كده، مفيش كورونا تديلك. تمام ليه؟ لما يكون المكيفات المخدرات اكتر ما فيش هي، بس يعني نحن مش عاوزين نظلموك، يعني ما تشدش اكتر من الكميه اللي ببالك، حق يكون اما تبيع تعال اشتري بيع، اما ما تاخد لنفسك كيفك، خد لك حضر ضيق. ده وصلت مراحل اكتر من ملايين يا ابوي، اي نعمله تاني للمرار دي؟ تمام، وخد عندك رقم التلفون عشان يترن علي بدل ما انت ما تاخدش بالك، خد عندك 010. فالاخ ده طلع يعني اسطوره بقى مخدرات، خط صعيد يعني، وطلع يقول لك انه فعلا الدراما والمسلسلات والافلام بتلعب بدماغ ناس هم بيبقوا مش مستقرين نفسيا يعني. فهو طالع انه خلاص يحلم بقى انه على نفسه ايه، انه الامبراطور مثلا كده في فيلم احمد زكي يعني، السلاح جنبه وبيروج للمخدرات. قطاع الامن العام في وزاره الداخليه قدروا الحقيقه ان هم يحددوا المكان اللي هو كان بيتكلم منه، وطلعت قوة وتم مداهمة الوكر اللي هو موجود فيه. طبعا هو في قنا يعني، من قنا تم مهاجمة الوكر ده، وأول ما تم مهاجمته طبعا تبادل إطلاق النار مع القوة فأردوه قتيلا. كان معاه أخ عنده 17 سنة عاطل. فتلاقي ايه بقى؟ انه الاخ ده اللي هو جن المخدرات ده عليه 25 جناية ما بين سرقة بالإكراه وسرقة سلاح، اللي هو يعني ايه عتيد في الإجرام، وعليه احكام تصل الى حوالي 69 سنة سجن. يعني هو ايه ما شاء الله ضايع يعني. فطلع بهذا المشهد اللي هو يقول لك الإشارة ايه، الناس بس يا جماعة تاخد بالها، يعني لا احد يعتقد انه فوق الدولة ولا فوق القانون ولا ان البلطجة ممكن تحميه، يعني ما اعتقدش ان هو ايه السلاح اللي هو قاعد بيه ده وانه الراجل في وكر فمحمي، لا، في دولة ودولة قوية ودولة مؤسساتها اصبحت راسخة، فمش من السهل على اي حد يطلع كده يقول اي حاجة ويفلت باللي هو عمله. انا الحقيقة عايز اكلم حضراتكم في موضوع يمكن هو مش موضوع خاص، لكن هو موضوع يعني قريب مني شوي، لانه في بلدنا في قريتنا يعني قريه الزعتره مركز الزرقاء في دمياط، في شاب عنده 19 سنه اسمه محمد يونس محمد النادي. محمد يونس ده يعني هو مش بس بلدياتي، لا هو يعني من ابناء العيله، شاب من شباب العيلة يعني. والده انا ووالده اولاد عم. محمد كان موجود في راس البر، اشتغل في مدينة الترفيهية هناك، المدينة المائية تقريبا هناك. وبعدين اول يوم ليه في الشغل، كان ده من حوالي اسبوع، اول يوم ليه في الشغل يعني نزل على البحر في شط 101، شط 101 ده في راس البر شط الشهير يعني. فالحقيقه محمد كان فيه ثلاثه
في البحر بيتعرضوا للغرق، نزل انقذ اتنين، وبعدين لما نزل ينقذ التالت، فالتالت غلبه فاستشهد معا. الحقيقه اللي زي محمد ممكن يبقوا كتير، شباب جدعان ولاد اصل. وتوفى محمد، وكان مشهد يمكن دي صورته قدام حضراتكم، كان مشهد وداعه كمان في القريه عندنا، مشهد يعني مؤثر جدا، لانه الشباب افتقدوا فيه انه مجدعته، وافتقدوا فيه رجولته، وافتقدوا فيه انه ما فكرش في لحظه انه انا مالي، يعني ماليش علاقه، لكن هو نزل يغرق او نزل ينقذهم فغرق معه. فالحقيقه انا كمان خلوني استمع من اخويا وابن عمي، يعني يونس محمد النادي. يا يونس اهلا بيك. ازيك يا دكتور محمد؟ ازيك يا حبيبي، والبقاء لله. البقاء لله. يعني ان شاء الله ربنا يخلف عليك. ومحمد زي ما بيقولوا يعني مات راجل، لانه كان بينقذ يعني شباب اخرين. يعني قول لي برضو ايه اللي حصل يا حبيبي، يعني انت عرفت الموضوع ازاي وعرفت تفاصيله ازاي؟ والله الخبر جالنا الصبح، ما كنتش لسه صحيت من النوم. وصحى على سفير ان هو كان مكلمني الساعه 2 بالليل ان هو جاي. فالخبر جه ان هو عامل حادثه، ما اعرفش ان هو غريب. وصلت دمياط في الاول يعني. وصلت على سفير ان هو عربيه وعامله حادثه. وصلت لغايه الميه. كنا بنتمنى من ربنا ان هو يطلعه لنا من الميه عشان نسلم من ربنا امانه معانا. والحمد لله. الحمد لله على كل شيء. انتوا وصلتوا على الشط في 101 امتى؟ الساعه كام؟ يعني وصلنا يجي 8:30 9 الصبح. الصبح. البلد كلها كانت هناك يا دكتور محمد. طيب وفضلتوا يعني قد ايه لحد ما طلع؟ فضلنا للعصر. في ناس بدري كانت هناك، الساعه يجي 7:30 ولا 8. طب الولاد اللي هو يعني اللي هو انقذ شابين من الغرق، والتالت يعني قضاء الله نفد فيه. الشباب دول الوقت انتوا يعني عرفتوهم كويسين او كانوا؟ انا ما اتصلتش الا على اللي هو والده، اللي الولد توفى وياه. اللي الولد توفى اتصلت على والده. طبعا عزيته. اما التانيين ما اعرفش عنهم حاجه. بقاء لله. ومحمد يعني مات راجل، يعني لا نزكيه على ربنا، وان شاء الله ربنا يخلف عليك بالخير ويخلف على العيله كلها بالخير. يعني الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. بقاء لله يا يونس. البقاء لله يا حبيبي. ونلتقي على خير ان شاء الله. نلتقي على خير. يعني انا ما اشرتش لقصه محمد يونس، لانه زي ما بقول لحضراتكم مش لانه بلدياتي ولا انه ابن عمي يعني، ولكن لانه هو ده برضو شاب من شباب مصر، يعني في لحظه معينه بتلاقيه ينسى كل حاجه وما يفكرش في اي حاجه الا ان هو بيمد ايده وينقذ حد بيغرق. فربنا يرحمه ويرحم الشاب التاني اللي مات، وقولوا لهم الفتحه. خلونا نطلع فاصل ونرجع تاني. اهلا بحضراتكم من جديد. ما تبقى لنا النهارده يعني هنستمع الى، مش عايز اقول مشاكل، ولكن في بعض المسائل اللي بتبقى من منغصات الحياه يعني. فاحنا بنستقبل رسائل حضراتكم وبقدر الامكان بنستمع اليكم. فخلينا نبدا النهارده. عندنا يعني موضوعين. الموضوع الاول خاص هيكلمنا عنه الاستاذ وسام عزت. استاذ وسام معايا يا فندم؟ مساء الخير. ازيك يا دكتور محمد؟ اهلا بيك يا فندم. يعني كل اذان صاغيه، قول لي ايه الموضوع وايه المشكله ونقدر يعني نخاطب مين او نناشد مين. اتفضل. هو انا عندي اماره في العبور، في مدينه العبور في الحي الاول. فوجئت يوم 7/5 بكميه ميه غير عاديه في البدروم عندي. التجأت طبعا على طول للجهاز عشان اعرف مصدر الميه دي جايه منين. فاول لما التجأت للجهاز، الجهاز اخذ عينه من الميه. ده الجهاز بتاع مدينه العبور. جهاز مدينه العبور.
اخذ عينه من الميه عشان نعرف بس الميه دي هل دي ميه صرف ولا ميه ولا ميه شرب. العينه طلعت ان هي ميه فيها نسبه املاح. هم وصفوها ان هي ميه صرف. قعدنا يمكن فتره من مثلا من الساعه 5 ل 23 5 ما فيش اي اكشن من الجهاز. بيجي المهندسين يبصوا على البدروم ويمشوا ما فيش اي حاجه بتتاخد. بعد كده هو اشار على اي حد من المهندسين هناك قال لي بص احنا ممكن لغايه لما نشوف المصدر فين والمشكله ايه، لان المشكله دي ممكن تاخد شهور وممكن تاخد اكتر من وممكن توصل لسنه عشان يوصل عشان نعرف ايه المشكله. احنا نعمل زي بير كشف كده هو بره البدروم في حدود الارض بتاعتي برضو، ونحط فيها حاجه تسحب الميه بحيث ان انا امنع دخول الميه اللي جايه لي من بره، امنع دخولها للبدروم. تمام. قلت له امين. قال لي بس التكلفه عليك. قلت له يا عم ما فيش اي مشكله، بس احمي المبنى بتاعي. انت عايز تخلص كمان. انا عايز اخلص، وهم انا شايف ان ما فيش حل من ناحيتهم، وهم ما عندهمش يعني مش عارفين يلاقوا حل. فقلت خلاص. العماره دي العنوان بتاعها ايه بالظبط يا فندم؟ محليه 12 قطعه 45 محليه 12 ايه الحي الاول. تمام. وبعدين قلت لهم اوكي. وفاجأ عملنا البير الكشف دون في حدود الارض بتاعتي وبره البدروم. وفاجأ بكميه ميه غير طبيعيه. الناس بتوع الجهاز جم قالوا لا 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 احنا ما كناش متوقعين المبلغ المنظر ده. طب احنا بنعرض صور من الموضوع اهو. اتفضل. قلت لهم طب ايه الحل يا جماعه؟ قال لي لا ما احنا كده حتى لو حطينا الترومبه، لقيت ان جار ليا قال لي لا انا لو حطيت الترومبه هنا انت هنبتدي نسحب رمل من تحت القواعد، هيبقى الموضوع اخطر. احنا ممكن يحصل ضرر للعماره بتاعتي او العمارات المحيطه. فقلت لهم طب شوفوا لي حل. بعد يمكن على يوم على اخر الشهر كده قعدنا الكلام ده من يوم 23 على يوم 31 ابتدى يبقى في عربيه تسريب جت تكشف. عربيه التسريب دي بتكشف لو في تسريب في المواتير او حاجه. لفت عربيه التسريب حوالين المبنى مفيش اي حاجه. عربيه التسريب جت على الساعه 5، مع ان انا اعرف ان عربيه التسريب دي المفروض تيجي بالليل عشان بتشتغل الالتراسونيك، فبالتالي تقدر تكشف المشكله اكتر. بس يعني جت الساعه 5 بصت على المنطقه اللي حواليها قالت لا مفيش اي حاجه مفيش تسريب. طب يا جماعه هنعمل ايه؟ قال لك الحاجه الثالثه اللي احنا ممكن نعملها ممكن نقفل عن الميه اللي حوالي المواسير المحابس بتاعه الميه اللي حواليك اللي هي الثلاث عمارات اللي حواليك بالظبط. قفلنا 12 ساعه الميه بنفس الضغط وبنفس الكميه ما اتغيرتش. فانا قدام مشكله، يعني انا قدام مشكله الجهاز عاجز ان هو يحلها لي. مفيش حلول فعاله يقدروا يحلها لي. طب هل الجهاز بيقول لك مثلا في جهه اخرى نلجأ لها نتكلم معاها، ولا هو الجهاز يعني عاجز عن الفعل والكلام؟ لا يا فندم، الجهاز اساسا يعني حتى العينه بتاعت الميه اللي اتعملت هي طلع قال لك ان فيها نسبه املاح، فهي صرف اللي بيدخل المهندسين الجهاز يقول لا ده مش صرف دي ميه، في تخبط مفيش، هم مش عارفين يعملوا ايه. هو حتى لما انا بعد ما قفلوا الميه وده اخر حاجه دي الحاجه اللي في ايديهم اللي هم يقفلوا الميه عند الثلاث عمارات عشان خاطر اللي حواليا، عشان خاطر لو في اي تسريب داخلي للمواسير يبقى ممكن يكون تسريب داخلي مش حاجه خاصه بالمواسير الخارجيه. طلعت ان الميه زي ما هي عندي. فاقول لهم طب ايه الحل؟ يقولوا لي لا ما نعرفش بقى هنعمل ايه. ما تعرفوش تعملوا ايه؟ طب امال مين اللي يعرف؟ انا ليا دلوقتي 45 يوم ومش عارف احل المشكله وعندي العماره بطلهاص. صحيح. طيب يعني برضه خلينا نبقى عشان نبقى واصلين لحل، يعني احنا نبقى حاطين المشكله خلاص جهاز مدينه العبور بيقول لك ما اعرفش، يعني هنا نخاطب مين او انت عاوز تخاطب مين معانا؟ انا عايز اخاطب جهه من بره عندها من الاجهزه ومن الخبره الكافيه ان هي تحل لي مشكلتي. طيب يعني احنا عرضنا المشكله وخلينا نبقى متابعين مع بعض. استاذ وسام نشوف مسألة غريبة جدا دي، يعني نشوف ناس مجلس وزراء في وزارة الإسكان، يعني نشوف المسألة دي هتمشي ازاي. طيب خلونا نسمع للأستاذ محمد زهران. أستاذ محمد. تفضل يا دكتور. أهلا بيك يا فندم. اتفضل يا فندم. اتفضل. والله يا دكتور المشكلة بتاعتنا هي مشكلة عامة موجودة في شبرا خيمة، مش مشكلة خاصة بينا، ولكن هي مشكلة ممكن هتعمل مشكلة كبيرة في شبرا خيمة. هي يا فندم منطقة مسترد تم تجهيزها على اعلى مستوى من الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه بقت شكل مشرف جدا. نعم صحيح. في قطعه ارض دلوقتي يا فندم اكثر من 5000 متر بتعد حاليا لاقامه سوق بتاعت، يعني الارض دي ملكيه خاصه هيتعمل سوق. دي الارض دي ملكيه خاصه يعني لحد ملكيه هناك. خاصه لشخص من غير ذكر اسامي. تمام. لاشخاص
السوق ده يا دكتور هيتعمل، هيكون يعني قنبلة عشوائية موجودة في مصرف بعد المنظر الجمالي وبعد الاتحاد. طب ده هيبقى سوق ايه؟ هيبقى سوق ايه؟ ده سوق خضار. ده سوق خضار. خضار؟ سوق خضار، وهينتج من خلاله يعني لو قلت لحضرتك اكتر من يعني حسب المساحة اكتر من 20-30 طن قمامة كل اسبوع، وشغل الخيمة تعاني دلوقتي من مشاكل كبيرة جدا في القمامة. طب استنى بس استنى عليا، يعني ده سوق خاص للخضار كده، وده ده مساحة كبيرة جدا. ده مساحة يعني كبيرة في واحد جداً. هيفتح سوق خضار هناك على المساحة دي؟ هيفتح يا فندم، هيعملها باكيات، وهو هيأجر للناس اللي هتيجي تأجر الباكية دي بإيجار معين هيستفادوا منه. طب انت انتوا اتكلمتوا مع حد من المسؤولين عندكم يا فندم؟ المسؤولين ما حدش معي، يعني ما فيش حد من الحي بص على حاجة دلوقتي يا فندم. طبعا حضرتك تعلم ان ممنوع بناء على اي اراضي دلوقتي خالص، عامة مفيش بناء خالص ولا بناء جملون ولا اي حاجة. الارض دلوقتي بتبني فيها، بتعمل بها جملون، بتعمل فيها سرادق من الحديد حسب الباكيات اللي هتتعمل، يعني في غفله من الـ من من الـ طيب يعني الـ يعني احنا دلوقتي نتكلم الناس في محافظ الالوبيه يا فندم. محافظ الالوبيه، محافظ الالوبيه المسؤول طيب. اللي هو يعني الهجان هو المسؤول عن الخطوه يا دي. سياده محافظ الالوبيه، يعني هنا مشكله اهي بالصور يا فندم. في سوق خاص حد هيعمله للخضار في شبرا الخيمه، فنرجو التدخل، يعني نشوف برضو المساله دي صاحب المكان ده يعني معاه ترخيص بالسوق او المساله ماشيه ازاي، لانه الناس بيحذروا من مشكله كبيره في شبرا الخيمه. بشكر حضراتكم على متابعتكم لنا اليوم، نلتقي غدا ان شاء الله، وتصبحون على وطن.